نطلب منكم تستقبلوا الفنانة دنيا باتمان. Thank you.
دنيا فاطمة صفيقة صحرا عليها بكم. شكرا. مازال نسمعنا أغنية أخرى. مازال رجعكم ذكريات استوديو دوزام 2010. سؤال الليل للفنانة سميرة سعيد وبألحان المايسترو الكبير الأستاذ مولاي أحمد العلوي. ما حدكم كاين شي بطنوية هنا؟ كنت عارفة. Thank you.
أسهر الفنانة دنيا باتمان. تبارك الله عليك. تفضلي. دنيا باتمان تغنات أغاني الزمن الجميل طبعا من ألحان الفنان مولاي احمد العلوي. اولا مرحبا بك دنيا. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا رشيد، وانا فرحانه. تحيه كبيره للحضور الكريم الاكثر من رائع اللي حضر معنا اليوم. كيف شكل الجمهور هذا؟ رائعين، الله يعطيكم الصحه. واليوم كنبغي نقول انا جدا سعيده وكنتشرف انا نغني على خشبه مسرح عريقه بحال مسرح محمد الخامس اللي غنوا فيه يعني اهرام الشاشه المغربيه، ومثلوا فيه ما شاء الله اهرام الشاشه المغربيه كذلك الممثلين. وسعيده انني اليوم مع الاستاذ الكبير مولاي احمد العلوي اللي كان بغينا تصفيقات كبيره 50 سنه في العطاء. استاذ عطيتي الجيل الذهبي وحنا ما تبخلش علينا لانه محتاجين بحال هذه القطع الرائعه. الله يعطيك الصحه وشكرا على ثقتك فيا وشكرا جزيل الشكر. بارك الله عليك. واش شفتي الجمهور؟ انت مازال ما شفتيش الجمهور، مازال نشعلوا الضوء تشوفيهم. شعل يدك. شعل شعل الضوء عافاك، شعل الضوء. خيالي، جمهور خيالي. طبعا. تبارك الله. جمهور شكرا لكم. هي ناري. يا ناري. ياك. دنيا، احنا مازال بغينا نسمعوك اغاني اخرين. وانا بغيت اليوم نطلب منك تغني لنا شي حاجه طربيه. ولكن غنخلي مولاي احمد علوي هو اللي يختار. اي بلاتي اي بلاتي. اولا الشكر جزيل، انا كنشكر جميعا شباب الفنان المبدعين اللي تكلمت عليهم قبل، وكنشكر
دنيا على الحضور ديالها المتميز، وكذلك سي الغفور للغزال على هذا الحضور. واعتقد ان الرجوع الى الاصل اصل الى غادي نبغي نسمع دنيا بطمة نسمعها في ناس الخيوان. وأغنية عجبتني جدا بالصوت ديالها وبالأداء ديالها، لأنها تربط في جو فني وفن راقي، جو ديال الفنانة ملتزمين، فنانة اللي عطاو للأغنية الحق ديالها وعطاوها القيمة ديالها في إطارها الغيواني. وأنا نفضل أنها تغنينا الله يا مولانا الله يا مولانا الله يا مولانا. الرباط والبيض
الله سيدي، ولله طالب بيت الله، الله سيدي.
عثمان العلوي الفرقة الموسيقية أبدعتم وكنت سعيدة اللي معكم اليوم. شكرا أستاذ. شكرا لكم. تفيقا سلا دنيا باتما اشهد الحاله اشهد الحاله درتي ضروري والله والله مش طوب عجبكم الحال ولا لا؟ شكرا جزيلا بارك الله عليكم. واخا الدمعة 11 ان شاء الله. تبارك الله عليكم، تبارك الله على زكريا ابو العيدم و اصوات جميله تبارك الله وما شاء الله عليكم. كاين واحد لي تروفي اللي بغى اليوم يهديه لكم مولاي احمد العلوي بهذه المناسبه هذه. تفضلوا سي تفضلوا معنا المنصه تفيقات عليهم مع بكم. عطيونا لي تروفي عافاكم. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. لي تروفي دير تذكاري من عند مولاي الكبير مولاي احمد العلوي الفنانة دنيا باطمة وايضا الفنان زكريا الغفولي. تفيقات عليهم عافاكم. شكرا اليوم وصفقوا اليوم بحرارة عافاكم. شكرا لكم. شكرا. وغادي ناديو ايضا بقى معايا استاذ احمد علوي غادي ناديو ايضا على مدير مسرح محمد الخامس مسيو بن حسين يتفضل معنا.